عاصفة، العاصفة اللي ضربت ولا التيمة. اليوم الثالث من عيد الأضحى 2021. سبحان الله الرياح، الريح دابا بدات الشتا كطيح. دازت عاصفة رملية، هي كتبان لكم هي اللي وسط الشاشة، راه عاصفة رملية هي وسط. شوف النخل، عاصفة مصحوبة بالأمطار، أمطار الخير إن شاء الله يا رب. السلامة. أمطار رعدية هذه في اللحظات هذه. يعني كان الجو سخون عند وقت الظهيرة عند صلاة الجمعة. بعدت واحد العاصفة ومن بعد منها جات الشتاء. انتم الا كتشاهدوا دابا ما بقاتش هذيك العاصفة، وقفت والشتاء الحمد لله دابا كطيح. نسأل الله تكون امطار ديال الخير يا رب. البرد اللي كيصوت سخون، نسأل الله السلامة. الأمطار دابا ما بقاتش، ولكن كاين البرد سخون. يا لطيف اللطف، شاهدوا الأشجار.